ظهور منتصر المدرب الجيش الملكي لكرة اليد. كنظن بأنه بطولة وصلت للمراحل ديالها الصعبة. فريق المولودية توجد كنظن بأنه فريق فاتي. كنظن في الترتيب كيتخبط في أسفل الترتيب، كيحاول أنه ينجو من نزول قسم وطني الثاني. أنا كنظن بأنه فريق الوجدي بمقارنة مع المقابلة ديال الذهب اللي لعبنا في راس الرباط كاين واحد التحسن منه. فريق شاب ديال الشباب، نتمنى لهم كل التوفيق. حنايا كمتصدر المجموعة الأولى هدفنا هو نبقاو محافظين على الرتبة ديالنا. إذا كان فريق الجيش الملكي كيعرف فوتو في الظروف الأخرانية فهذا راجع ربما البداية ديالنا المبكرة. وعندنا بعض اللاعبين اللي هما عندهم إصابات، فحنا كنحاولوا هذه المرحلة ندوزوها ونحاولوا في الأربع المقابلات المقبلة اللي هي فريق مقابلات صعبة، غتكون ضد النادي المكناسي ونهضة بركان والمغرب الفاسي على التوالي. فكنظن الهدف ديالنا هو نبقاو في المرتبة الأولى. بالنسبة للمقابلة كنظن بأن المستوى ما كانش مستوى كبير، كان مستوى متوسط نظرا للعياء ربما اللي بدا كيطفو على الفرق كاملة. الحمد لله جبنا انتصار من قبل الوجدة، هذا ماشي سهل. كنتمنى للفريق مولودية الوجدة اللي لها تاريخ كنحبد أنه يرجعوا التاريخ ديال المولودية الوجدة، ربما يستلهموا بعض القوى. شكرا. إلا سمعت كيفاش كتقيم يعني المستوى الكروي كرة اليد ديال البطولة الوطنية السبع عامة؟ كنظن بأنه كرة اليد الوطنية تخبطات مجموعة من المشاكل السنوات الفارطة. حاليا ربما تأخر اللي عرفت البطولة اضطرت الجامعة الحالية أنها تقسم المجموعات ثلاثة المجموعات. إلا كانت بغينا نطوروا كرة اليد الوطنية راه خص الجامعة يكون عندها مخطط واضح في جميع الاتجاهات، لا من ناحية البطولة، خصنا نعيدوا النظر في البطولة الوطنية. نظن بأنه كرة القدم عطاتنا المثال الأسمى، خص دفتر تحملات وخص عدد الفرق يتقلص لأقصى مستوى ممكن، ونحاولوا أنه نعملوا على تكوين المدربين وتكوين اللاعبين الجدد، لأن كنظن بأنه راه ما بقيناش كنشوفوا لاعبين في المستوى العالي اللي كنا كنعرفوا في واحد الوقت. كنتمنى كاين واحد الشغف ديال الشباب بالنسبة لكرة اليد. كنظن إلا ما استثمرتوش الجامعة كنظن راه ما فهموا والو. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد محب رئيس نادي المولودية الجزائرية لكرة اليد. المباراة تاع اليوم كما لاحظتوا كانت بين المولودية الجزائرية وفريق الجيش الملكي اللي كيحتل الصف الأول، واللي تقريبا بين بأنه فريق ديال النخبة ديال القسم الممتاز وكيستحق المكانة إلى انتصر على تقريبا جميع الفرق ديال القسم. ولكن كما لاحظتوا بأن المباراة كانت في المتناول، رغم يعني قلة التجربة، رغم حدث العهد بالقسم الأول، رغم الإكراهات المادية التي لا زلنا نعاني منها. فاللي خصكم تعرفوا اليوم العامل اللي يحسم المباراة ماشي هو القدرة البدنية والتقنية والتكتيكية، العامل كان هو العامل النفسي. أنا قبل ما تبدأ المباراة يعني واخا هذا ماشي ما خصهاش تكون عندي المسؤول الرياضي، ولكن كان عندي شكوك على المستوى النفسي. كنت حاس بأن الأولاد ديالنا اللاعبين ديالنا يعني هازين واحد الثقل، عندهم هاجس ديال المستحقات. خصكم تعرفوا بلي دابا شهرين اللاعبين ما داروش المستحقات ديالهم، كنتقاتلوا باش نعطيهم لا بريم دو ماتش، ملي ربحوا كنتقاتلوا باش نعطيوها. ودابا كاين لاعبين اللي مازال ما خدموش، عندنا لاعبين اللي وضعيتهم اجتماعيه كارثيه ما كيخدموش، عائلات فقيره، كاين اللي عندهم لي ديباسمون بزاف كيتحركوا بزاف، كاين اللي كيقرا كاين اللي كيخدم في لافيراي. اذا هذه اوضاع كتعرفوها كانت معروفه في واحد الوقيته كانت كاينه، ولكن الاشكال المادي مطرح اللي حتى الساعه ما توصلناش بالدعم لا ديال الجامعات المحليه لا جهه ولا بلديه ولا مجلس العماله. لازلنا ننتظر كنتظروا وكندبروا الماليه بطرق ذاتيه بطرق شخصيه، كنسلفوا وكنعطيو الضمانات اللي هي ممنوعه حتى في القانون، يعني كنديروا كنعطيو ضمانات وكنسلفوا وكنجريو، كنحاولوا على الاقل ما نديروش فورفي، ما نديروش اعتذار، لان اعتذار عيب. المولودية الجزائرية لكرة اليد هما كيجيو استمعتوا الاخوان ديال الجيش وديال الفرق اخرى كيقول لك عيب وعار ان فريق ديال المولودية الجزائرية يعاني بهذه الطريقه.
فانا كنأكد بانه اليوم لعبنا مع جميع الفرق ديال هذا القسم. اولا هذا القسم صعيب، قسم ممتاز بمعنى الكلمه. جميع الفرق اللي كانت تلعب ادوار طلائعيه في كره اليد المغربيه موجوده فيه، ونضافت ليه الفرق اللي هي اذا تطلع حادثه بحال بركان بحال قرسيف. هاد الفرق يمكن لكم تسالوا المسيرين ديالهم شحال عندهم ديال الميزانيه السنه. يكفي انا نعطيكم مقارنه. قرسيف وحنا قرسيف طلعت العام اللي فات، حنا طلعنا العام اللي فات. قرسيف مجلس الاقليمي عطاها 80 مليون الصاد مجلس الاقليمي بوحدو. البلديه ما قدرتش نعطيكم الرقم، اضعف رقم يقدر يعطي البلديه 30 مليون الصاد. وناهيك على الدعم يعني ديال المؤسسات الى اخره. بركان ها هما قراب لنا، غادي تمشيو تلقاو اتفاقيه شراكه مع مجلس عمالة بركان 100 مليون. المجلس الجهه كيعطيهم 40 مليون سنتيم. سيدي علي سبونسور البلديه اضعف الايمان تعطيهم 21. اذا حنا كنقول من الناحيه التقنيه والامكانيه ديال المنافسه مع هاد الناس حنا قادرين. وليدات ديالنا في مستوى ودالوا لها ذلك، ربحوا هلال الناظور ماشي اعتباطا. هلال الناظور مدرب اسباني، ثلاثه المحترفين اسبان، فريق عنده امكانياته، فريق ديال دابا ديال 7 سنين في القسم ممتاز. ربحوه ماشي سهل، وبربعه النقط ولا بعض الفريق ربحوا بعيد ساله فريق اللي قديم. ربحنا قرسيف اللي بالامكانيات الماديه ديالها، عندهم اوكراني عندهم تونسي عندهم عندهم امكانيات ماديه كبيره طوغولي، ربحناهم. حنا قادرين نواكبوا قسم ممتاز، وحرام المونديال الجزية اللي توفرت عندها الطاقات البشريه والروح وداك الشيء، حرام نبقاو الان نتسائلوا واش غادي نهبطوا ولا ما نهبطوش. فانا كنعتقد بلي مازال كاين الوقت، عندنا 4 المقابلات باقيين الحمد لله اغلبها غادي يلعبوها هنا. نتمنى ان الدعم ديال الجماعات وديال الدوله يصل في وقته باش نقدروا هذا الحاجز النفسي اللي عند اللاعبين ديالنا، هذا الخوف من المستقبل من غدا من المباراه واخا ربحناها ومن بعد الى اخره، باش نحاولوا نديروا استقرار نفسي عند اللاعبين وان شاء الله غادي نحاربوا. المحب الى تكلمنا على مجلس الجهه هو ديال الجميع، كيفاش نفسروا كونوا مثلا داعم جهه وجهه محرومه؟ انا استغربت مشيت لبركان لعبنا المقابله اللي فاتت مع جمعيه بركان، نهضر البركانيه لكره اليد. قبلنا كانت المباراه تاع الباسكت ديال بركان مع طنجة، لقيت لافتات مكتوب فيها مجلس الجهة المحتضن الرسمي للنهضة البركانية لكرة السلة. أنا وكاين لوغو بجوج، لوغو نتاع مجلس الجهة ولوغو نتاع النهضة البركانية لكرة السلة، ولقيت النهضة البركانية لكرة اليد كتحتج على هذا الموقف. هادو بعدا كانوا في الصورة ديال مجلس الجهة وكانوا كياخذوا الدعم. النهضة البركانية تاخذ 100 مليون ديال كرة السلة ومحتضن رسمي والى اخره. حنا مولودية الجزية مقصيين تماما من الاجندة ديال الدعم ديال الجهة. لماذا؟ ما عرفناش. اليوم هاد السنة حنا انفتحنا وطوينا الصفحة طوينا الملف، ما بغيناش نبحثوا في العلاقات نتاع فلان مع فلان والرئيس بركان الى اخره، السي الناصري مجلس اقليمي وعلاقته بالسي فلان، وبعد بعض الامور حنا ما كنترفعوا ما نبغوش ندخلوا فيها. ولكن طوينا الصفحه واليوم كننتظروا يكون تعامل اطاعات ايجابي من طرف مجلس الجهه. سمعنا بان غادي تكون معايير ديال نبديو بالقسم ممتاز، كره القدم، كره السله، كره اليد، كره الطائره، ونبديو نهبطوا. نتمناو هذا الشيء يدار. احنا الميزانيه ديالنا راه علنا عليها خلال الجمع التاسيسي في الفور، والان بدات توضح بشكل كبير. الميزانيه ديالنا احنا يمكن نلعبوا في حدود الدنيا واحد 80 مليون في الصالح. عندنا وعد ديال 30 مليون من المجلس الاقليمي وفقط، غيره ما عندنا حتى شيء. اذا تصوروا معايا دابا درنا الثلثين تقريبا ولا 60% ديال الدوري باش دبرناه. نعطيكم الرقم، عندنا ثلاثه المحسنين، اربعه المحسنين وصلوا معنا 100,000 درهم لحد الساعه. 100,000 درهم هي شهرين ديال لي صالير، غير لي صالير. شهرين. ما فيهاش لي بريم، ما فيهاش لي ماتش، ما فيهاش لي ديبلاسمون، ما كاينش تجهيزات، ما كاينش المؤطرين، ما كاين والو. فاذا فكروا معنا، نقدر نعطيكم الرقم اللي نكونوا صرفناه تقريبي اليوم، نكونوا دخلنا في واحد 35. فين بانت 10 في 35؟ يعني علما انه العام اللي فات كان عندنا العجز، هذا بلا ما نهضروا على العجز ديال العام اللي فات باقي نص. اذا الوضع هو هذا. انا كنعاود باختصار، مولودية الوجدية
عادت للموقع ديالها الطبيعي وقادره على الاستمرار بل على لعب ادوار طلائعيه من حيث الموارد البشريه اللي عندها، الموارد التقنيه اللي عندها، مؤثرين كاينات، الجمهور كذلك بدا كيلتحق بالمدرجات، ولكن في ظل استمرار الاكراه المالي غادي تصعب علينا المعموريه، ولكن غادي نقاتلوا كيف هي ستستمر وغادي نعاونوا ان شاء الله باش نختموا هذا المؤمن ان شاء الله بهذا الموسم، وحنا باقيين في قسم المخبات ان شاء الله.